وبعد الفاصل مشاهدينا نتابع وقفتنا الحوارية الأولى التي نتناول فيها بالرأي والتحليل الزيارة التي يقوم بها وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف لقارة إفريقيا، والتي بدأها بزيارة إلى مصر التقى فيها بالرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا بوزير الخارجية المصري وبالأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة لكلماته التي وجهها للدول العربية من خلال الجامعة بالفعل. نتابع تقرير يحمل المزيد من التفاصيل عن هذه الزيارة، ثم نبدأ اللقاء بعد الفاصل. ملفات وقضايا عربية ودولية استعرضها وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف خلال زيارته لجامعة الدول العربية ولقائه السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام، حيث ألقى كلمة أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين، تناول تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وموقف بلاده من الأزمة. نحن فسرنا لماذا بدأنا العمليات العسكرية في أوكرانيا، وهي أسباب زمنية طويلة بشأن المخاوف الأمنية الروسية المشروعة، بدءا من التوسع في حلف الناتو واختراق أكثر وأكثر لحدودنا وملئها بالأسلحة وإنشاء بعض القواعد العسكرية في أوكرانيا. لافروف خلال كلمته أمام مجلس الجامعة العربية أكد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وذلك بعد رفع التبادل التجاري العربي الروسي إلى 20 مليار دولار. مصممون على تعزيز الشراكة مع الجامعة العربية وكذلك الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري منذ توقيعنا للمذكرة بشأن تعاوننا، وإن التجارة فيما بيننا قد زادت. تحدث لافروف عن أزمة الغذاء العالمية وحدوث مشكلات في سلاسل التوريدات بسبب الجائحة وتفاقم الأزمة بسبب الصراع الروسي الأوكراني. يتم إلقاء اللوم بشكل صريح وطوال الوقت على روسيا، وكأن أزمة الغذاء قد بدأت في اليوم الذي بدأنا فيه عمليات عسكرية بأوكرانيا. وإذا كان هناك من يريد أن يكون موضوعيا فيمكنه قراءة الإحصائيات من برنامج الغذاء العالمي وكذلك منظمة الأغذية والزراعة التي تشرح الصعوبات في سوق الغذاء. تأتي زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لمصر في مستهل جولة عمل في عدد من الدول الإفريقية، حاملا معه ملفات وتطورات تشهدها المنطقة العربية. من مقر جامعة الدول العربية، أحمد ممدوح، أني. أرحب بضيفي في هذه الوقفة الحوارية أستاذ رامي إبراهيم الباحث في العلاقات الدولية، برحب بحضرتك أستاذ رامي. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أستاذ رامي، نتحدث هنا عن جولة للافروف بدايتها كانت اليوم في القاهرة، ثم بعد ذلك هناك عدد من الدول الإفريقية التي سيقوم بزيارتها. في أي سياق يمكن قراءة هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الروسي؟ زيارة وزير الخارجية الروسي لها عدة يعني دلالات مهمة جدا. الأول، هي تأتي في توقيت حساس للغاية في ظل تطورات وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مستوى العالم. زيارة رئيس وزير الخارجية الروسي لها عدة جوانب، أولها تأتي في إطار الزيارات الدورية التي تجريها روسيا في عدد من الدول الأفريقية، بحثاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي، وأيضاً للتحضير للقمة الروسية الأفريقية المنتظر عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل إن شاء الله، وأيضاً في إطار مواجهة أو عملية الاستقطاب الدولي في إطار مواجهة يعني المعسكر الغربي، لأن أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق في التحضير لقمة أمريكية أفريقية أيضا من نفس العام في شهر ديسمبر المقبل. من ضمن أولويات الزيارة، يمكن روسيا أعطت أولوية لمصر في الزيارة نظرا في توقيع اتفاقية أو اتفاق سوتشي لتطوير العلاقات الاستراتيجية أو التعاون الشامل بين مصر وروسيا، ده دخل حيز التنفيذ العام الماضي، وده بيتكلم عن تعزيز التعاون بين مصر وروسيا في كل المجالات أو في كافة المجالات، سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو سياسية. ده على مستوى الزيارة الدورية. لكن قبل زيارة لافروف كان في يعني حدثين من أهم الأحداث الدولية أو قمتين من أهم القمم الدولية. الأول، القمة الخليجية التي حضرها التي عقدتها الدول الخليج الست بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكان الهدف منها يعني البحث عن تحالفات دولية في إطار المواجهة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. تبعها أيضا قمة بأيام، تبعها قمة
قمة ثلاثية بين روسيا وطهران وإيران وتركيا. يمكن ما يعنينا في المقام الأول يمكن زيارة أو القمة الخارجية كانت نتائجها معروفة، والدول العربية استطاعت خلال هذه القمة أن تثبت أنها في على يعني في حالة من الحياد التام فيما يتعلق بالنزاع الروسي الأوكراني، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأنها ليست طرف ضد طرف ولن تكون طرف ضد الآخر. وده هذا موقف يعني يحترم جدا للدول العربية، وموقف سياسي حكيم جدا اتبعته هذه الدول. لو رجعنا إلى القمة الثانية وعلاقتها بزيارة وزير الخارجية الروسي وكلمة التي ألقاها اليوم في جامعة الدول العربية هنجد لها دلالات كثيرة. المخاوف من القمة الثانية اللي هي القمة الثلاثية بين تركيا وإيران وروسيا هو يمكن الموقف العلاقات الروسية الإيرانية قد تكون مفهومة نوعا ما، لأن هما الدولتين بيتعرضوا لعقوبات قاسية من المعسكر الغربي أو من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لكن المخاوف التي لدينا كانت نابعة من التواجد التركي في القمة، وخاصة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوح أكثر من مرة أو هدد أن هو سيقوم بعمليات عسكرية في شمال سوريا لتوسيع ما يسمى المنطقة الأمنة بعمق 30 كيلومتر بطول الحدود الروسية، وهذه لها تداعيات مباشرة على الدول على الأمن القومي السوري والعربي والمصري بصفة خاصة. لكن يعني عذرا بحديث حضرتك عن القمة أو الزيارة التي قام بها بايدن للمنطقة، كان له مطالب محددة، هل أيضا وزير الخارجية جاء بمطالب محددة من الدول الإفريقية التي يعني يقوم بزيارتها؟ وزير الخارجية يعني بايدن جاء بمطالب محددة سواء كان في الملف الإسرائيلي أو في ملف الغاز وأيضا الملف الإيراني. الدول العربية كانت لديها تخوفات من النووي الإيراني، وكانت تبحث عن الموقف الأمريكي أن هو يفضل داعم لهم. أيضا الإسرائيل كانت لها أيضا مخاوف من النووي الإيراني. جو بايدن كان تركيزه في يعني في المقام الأول على عملية استقطاب الدول العربية وحثهم على رفع الانتاج النفطي لموازنة الأسواق حتى لا تستطيع روسيا الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وتحقيق مكاسب اقتصادية تمكنها من الاستمرار في المعارك لأطول فترة ممكنة، خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية هدفها الأول، ويمكن احنا مع بداية الحرب الكل توقع أن تكون العملية الروسية في أوكرانيا عملية خاطفة لعدة أيام، لكن اتضح بعد ذلك أن هي يعني الاتحاد الأوروبي ومن خلف الولايات المتحدة عملت على إطالة أمد الأزمة لاستنزاف روسيا عسكريا واقتصاديا في إطار يعني إيه الصراع على النفوذ الدولي. فيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الروسي كان يهدف إلى يعني إرسال رسائل تطمينات للدول العربية فيما يتعلق بالتواجد الإيراني وأيضا بالتدخلات التركية في الدول العربية وأيضا الامدادات من السلع الغذائية، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا تقريبا تمثلان ما يقرب من 32% أو 33% فيما يتعلق بصادرات القمح على مستوى العالم، وتقريبا حوالي يعني 19 و 23 فيما يتعلق بالشعير والذرة، وهذه أمور تستخدم في العلافة كلها لها تداعيات كبيرة جدا على أسعار السلع الغذائية، وخاصة أن مصر بتستورد تقريبا ما يقارب 77% من القمح أو الحبوب من روسيا وأوكرانيا. روسيا تحظى بنصيب الأسد تقريبا حاجة و50%، وأيضا أوكرانيا حاجة و20 أو 30 لحاجات بسيطة في المية. في نفس الوقت برضه هو يعني تأتي هذا في ضمن عملية الاستقطاب، هو مش جاي بس يرسل رسالة تطمينات قد ما هو جاي إن هو يقوم بعملية استقطاب لي أو في إطار الحشد في إطار مواجهة يعني الولايات المتحدة ومن خلفها الاتحاد. إذن يعني هل ترى أن روسيا تنظر للدول العربية ولأفريقيا أن يكون لها عمق في هذه المنطقة أو في هذه الدول؟ يعني تابعنا بالطبع تواجد روسيا في العمق الإفريقي من خلال قوات فاغنر، ده صحيح. يعني هل هي إذن تبحث عن هذا العمق في الوقت الحالي، وهذه زيارة تعكس ذلك بشكل أو بآخر؟ هي تبحث عن هذا العمق وتسعى إلى استقطاب أكبر عدد من الدول الأفريقية، وتسعى إلى حجد أن تكون القمة الروسية الأفريقية المقررة انعقادها خلال أكتوبر المقبل أن تكون ناجحة، وتستطيع خلالها مواجهة الولايات المتحدة أو يعني الحد من تأثير يعني نتائج القمة الأمريكية الأفريقية أيضا المقبلة. الدول الأفريقية برضو معظم الدول خدت يعني زي خدت إطار أو خدت موقف محايد من الحرب الروسية الأوكرانية، وده ما لا تتمناه روسيا ولا تتمناه الولايات المتحدة، كل منهما يسعى إلى استقطاب
او جذب اكبر قدر من الحلفاء في عمليه المواجهه، لان المواجهه الحاليه هي الحرب ليست حرب بين روسيا واوكرانيا، انما هي حرب على ما بين قوى كبرى وقوى عظمى، حرب على النفوذ الدولي، حرب من خلالها سعوات تشكيل النظام الدولي مره اخرى من نظام القطب الاوحد الى نظام الاقطاب المتعدده. ويمكن احنا عندنا يعني الصين في طريقها لان تكون قطب متعدد، الهند ايضا اصبحت يعني في طريقها تكون دول يعني قوى كبرى، روسيا تحاول ان تعيد تشكيل النظام الدولي من جديد كما كان في عهد الاتحاد السوفيتي. عندما نتحدث عن هذه الزيارة نتحدث بالتأكيد عن مصر باعتبارها يعني الوقفة الأولى في جولة لافروف، ونتحدث عن علاقات بين البلدين ممتدة على مدار سنوات وتم تدعيمها أخيرا من خلال اتفاقية شراكة، ويعني وضع حجر الأساس فيما يتعلق بمشروع الضبعة النووي. الضبعة النووي. مسار هذه العلاقات يعني كيف تقرأه في هذه المرحلة مع تطورات الأزمة أيضا، ومع حرص مصر الدائم على الوجود في موقف محايد في هذه الأزمة بالتحديد؟ حرص مصر الدائم على وجود موقف محايد، هي مصر دايما بتتبع سياسة حكيمة جدا وسياسة متزنة جدا في التعامل مع كافة الملفات الدولية. الإطار العلاقات بين مصر وروسيا إطار علاقات جيد جدا، وهو يمشي في مساره الصحيح، ومتوقع منه أن يكون أقوى وأقوى خلال الفترة المقبلة. احنا شايفين روسيا يعني لديها عدة مشروعات كبرى في مصر، منها زي مشروع الضبعة النووي. طبعا خلال الأيام الماضية تم وضع أو الأساسات للمفاعل الأول في المشروع الضبعة، وأيضا لديها المنطقة الاقتصادية في شرق بورسعيد ضمن منطقة قناة السويس أو إقليم قناة السويس. تمام، العلاقات تسير بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، يعني ستشهد مجموعة من يعني يكون في توسع في التعاون والمشاريع الكبرى بين مصر وروسيا، وده يعني رغم كل العقوبات إلا أن مصر خلال الفترة الأخيرة استطاعت أن يعني تعمل مع روسيا في عملية التعامل أو التبادل بالروبل وبعض المقايضات، من خلالها تقدر توفر يكون إطار التعاون مفتوح أكتر. يعني المصالح المشتركة بين البلدين أيضا كيف تراها في الشق التجاري وميزان التبادل التجاري بين الدولتين؟ التبادل التجاري تقريبا حوالي يعني حاليا حتى هم أعلنوا عنها حوالي 4.7 مليار تبادل التجاري بين البلدين، واعتقد الفترة الجاية متوقع ان شاء الله تكون في نمو متزايد، ومصر تعمل على الاستفادة من يعني من هذا من خلال المشروعات الروسية التي تقام في مصر، وايضا تعزيز بعض صادراتها الى الدول الروسية، خاصة ان بعض الدول يعني خشت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وبدأت ان هي تفرض حظر على وارداتها من السلع، وتستطيع مصر استغلال هذه الأزمة لتعزيز صادراتها للسوق الروسي. نتحدث أيضا عن قضايا هامة، قضايا عربية أشار إليها وزير الخارجية الروسي معبرا عن الموقف الروسي تجاه هذه القضايا، مثل القضية الليبية أيضا، القضية الفلسطينية والقضية السورية والقضية الفلسطينية أيضا كانت من ضمن ما ذكره، بالإضافة أيضا إلى الأوضاع في ليبيا. يعني حديثه عن هذه القضايا وتوجيه رسالة تحديدا من قبل جامعة الدول العربية لدول العالم العربي أجمع، والاهتمام الروسي بهذه القضايا. احنا عندنا في توافق عربي روسي، وخاصة برضو توافق مصر روسي في ثلاث ملفات هامة جدا. الملف الأول وهو القضية الفلسطينية. تمام، روسيا كونها عضو في اللجنه الرباعيه الدوليه التي تتكون من روسيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحده والامم المتحده لحل القضيه الفلسطينيه، روسيا تؤيد موقف العرب وخاصه مصر في حل الدولتين تماما على يعني حدود 4 يونيو سنة 67، لانه لا يوجد سلام شامل وعادل في المنطقه دون حل الدولتين وارجاع الحقوق الى اصحابها، ويعني وقف كافه الانتهاكات الاسرائيليه. مصر تعول كثيرا والدول العربيه ايضا تعول كثيرا على روسيا في هذا الملف كونها عضو دائم في مجلس الامن الدولي، وتستطيع استخدام حق الفيتو او الضغط في هذا الملف، وايضا يعني هذا برضو التنسيق الروسي الصيني في هذا الملف برضو، روسيا ايضا عضو دائم في مجلس الامن، وقدر ان هم يعني اذا كان في تنسيق الكافي والدعم الكافي والضغط الكافي منهم نقدر احنا نحرك ملف السلام، لانه حاليا يحظى بحاله يعني في حاله جمود في ملف
ملف السلام، وللاسف الاوضاع في فلسطين يعني قد تنفجر في اي لحظه في اطار المفاوضات، يعني في اطار الانتفاضات الفلسطينيه التي ممكن يعني تنفجر او تبدا في اي لحظه. اللي احنا شايفين الفتره الاخيره طبعا الانتهاكات الاسرائيليه وعمليه يعني الدخول الى مسجد الاقصى واقتحام اكثر من مره من قبل المستوطنين شيء مستفز جدا. ونتمنى يعني احنا كنا نامل في زياره من زياره الرئيس الامريكي جو بايدن ان يعني يلتزم بما تم الاتفاق عليه او بما قالوا ان هو سينشئ او سيؤسس سفاره في امريكيه في القدس الشرقيه، كان هذا لم يتم وكان هذا مخيب لامال المنطقه العربيه بالكامل. يعني ده بالنسبه للملف الفلسطيني. الملف السوري تقريبا في توافق مصري فيما يتعلق بالملف السوري، يمكن برضو قادرين ان احنا يعني بالتنسيق مع سوريا ان احنا نحجم دور اردوغان في الشمال السوري، وللعلم دور اردوغان في الملف في السوري ينعكس ايضا على الملف الليبي، لان هو بيستغل الفصائل المواليه ليه هناك ويقوم بتدريب العناصر والميليشيات المسلحه ويصدرهم الى ليبيا كمرتزقه. وأشار لفكرة ضرورة تقديم الدعم للأمم المتحدة أيضا في مساعيها المختلفة في هذه القضايا. الأمم المتحدة في خلاف أمريكي روسي، لو رجعنا إلى الملف الليبي هو أكثر الملف حساسية بالنسبة لمصر وأكثرها خطورة على الأمن القومي المصري. في توافق مصري روسي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن ليختار الليبيين قادتهم ويعني إجلاء وإخلاء كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتزامن، وأيضا حل الميليشيات المسلحة الموجودة هناك اللي تحمل الجنسية الليبية ونزع السلاح منهم وإعادة دمجهم في المجتمع في المؤسسات الليبية بشكل يضمن يعني أن تكون دولة أمنة مستقرة. الدعم الذي تحدث عنه وزير الخارجية الروسي من الأمم المتحدة، احنا بنواجه في ليبيا بالذات فيما يتعلق بالبعثة الأممية الموجودة هناك، تقريبا البعثة الأممية حاليا موجودة يعني جسم بلا رأس منذ استقالة المبعوث الأمم السابق يان كوبيتش أيا كان المسمى بتاعه. نظر للخلاف الروسي الامريكي، الولايات المتحده كان لديها رغبه ان هي تحط تعين ستيفاني ويليامز اللي هي مستشاره الامين العام للامم المتحده بشان ليبيا الحاليه كرئيس للبعثاء. وايضا هذا القرار تعرض روسيا، وروسيا تريد ان يكون المبعوث الاممي من افريقيا، لان الاتحاد الافريقي طرح اكثر من شخص لتولوا رئاسه البعثة. وهذه أزمة يعني قد تكون أحد الأسباب التي يعني تساهم أو تسبب في عرقلة عمل الأمم المتحدة حتى الآن. الولايات المتحدة تقف عائقا كبيرا جدا أمام تعيين مبعوث أممي حتى تستطيع الأمم المتحدة الدفع بالأزمة الليبية إلى مسار الحل السلمي لها. نعم، إذا يعني هي أزمات مفتوحة بالتأكيد. كانت يعني هذه الزيارة والبداية الخاصة بها في القاهرة لها مغزى مع يعني سخونة الأوضاع في الصراع الروسي الأوكراني وأيضا الأزمات المتعددة على المستوى العالم ما يتعلق بالغذاء والطاقة. أنا بشكرك شكرا جزيلا في النهاية أستاذ رامي إبراهيم الباحث في العلاقات الدولية، شكرا على وجودك معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا. ومتواصلون معكم مشاهدينا في هذه الحلقة، سنواصل معكم اللقاء في موضوعنا التالي بخصوص توقعات وكالة رويترز بطفرة اقتصادية وتنموية خلال الثلاث سنوات القادمة في مصر. هذا الحوار نتناقش فيه بعد فاصل نتابع خلاله موجز الأهم وآخر الأنباء مع الزميلة دينا أبو الفتوح، ثم نعود مرة أخرى.